تقريب الاسبوع هذا ملي روحنا من السنغال معناها كما تعرف الناس كلنا اون ترافاي تاب بار تاب الحمد لله جات الكاليفيكاسيون وبنينا الكاليفيكاسيون هذيك على الاسبري مورال عرفنا كيفاش نحضروا اللعابه اليوم بصراحه الاولاد ما قصروش عملوا ان غران ايفور رغم اللي تقريب في ظرف 3 ايام مع صفر تعرف لا جيستيون دي فور سي با فاسيل خدمنا تقريب برشا على الريكوبيراسيون بيان ابليكي انا غاسبي بوكو دينرجي تقريب طول 90 دقيقه عرفنا كيفاش نتصرفوا في هذه المباراه لكن اليوم وصلنا لمرحله تقريب الفريق نتاعنا ولا كنا قبل اون سوفر اليوم ولينا اون ما سوفرير ولينا نعرفوا كيفاش معناها نهبطوا التيران نقاتلوا اوني اون ايكيب دو رياكسيون اوني اون ايكيب دو فورس كاركتير الحمد لله وين تسجل علينا بيوت وين تلقانا نزيدوا نقوى اكثر الحمد لله قاعدين نقدموا ايتاب بريتاب مازال تستنى فينا برشا خدمه اونتر بارونتيز لازمنا نكونوا متواضعين ونحطوا ساقينا على الارض راه تستنى فينا برشا خدمه مازال الشامبيونات ولا برشا سي بيان تكون لول وقاعد تربح في النقاط لكن في نفس الوقت لازمك تكون واعي اللي مازالت المشوار طويل والفريق الكبير اللي فريق القاب يلعب على كامل المجموعات وان شاء الله يا ربي وفقنا وان شاء الله نمشيو من حسن الاحسن شوف ممكن من الاول التيران هذا ينجم تقول كي تشوفه من الاول تقول هذا باش يعاون الادفيرسير لكن احنا قلت لك اوني اون ايكيب دي فورس كاركتير نتاقلموا معايا تيران احنا كي تشوف تيران سينيغال ممكن نقول لك احنا في بارادي تو في بارادي نلعبوا بارابور سينيغال لكن الحمد لله الملاعب نتاع الكره كما يقول الكوتش الملاعب نتاع الكره تحطوا حتى في الصحراء يلعب ما عندناش مشكله احنا اوني اون ايكيب كي سادابت افيك تو لي كونديسيون اللي جو عندك الحمد لله الاولاد مش مقصرين قاعدين نقدموا من مباراه لمباراه وان شاء الله نمشيو بعيد واحنا كما قلت لك اوني لا باش نحققوا الالقاب خاطر فوزي البنزرتي معروف عليه